سيدرا تفاجئهم في عيد الحب، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع الجميلة شيرين بيوتي، حيث امبارح جلال عملهم مفاجأة في عيد الحب، ولاحظ الجمهور انه في غرفة شيرين جنب القرآن موجود ورد البيونيس، وهو الورد اللي بيوصل لشيرين كل يوم جمعة. نمر ايضا الى الجميلة سيدرا اللي تفاعلت بستوري في يوم عيد الحب لورود حمراء. نمر الى اليوتيوبر اسامة مروة اللي اختفى في يوم عيد الحب وطلع اليوم بستوري صرح انه في مفاجأة لجمهوره بالسعودية، والجمهور بيتوقع انه سبب اختفاء اسامة في عيد الحب هو انه مرتبط، فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ هل تتوقعوا انه مرتبط ام مجرد اشاعات؟ عم يتداولها الجمهور. لكل اهلنا واصحابنا بالرياض، اليوم الساعة 9:30 مساء بالبوليفارد، بنصحكم تكونوا موجودين، رح يصير في مفاجأة الساعة 9:30 مساء. أوكي أنا حكيت.